بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. في مقاصدنا في مقاصدكم. كتي إدغام مثلين واجبة أجر حرف أول ساكن به مجر دو همزان دا دو همزج استثنائي هي إلا دا مثلي سأل ودأس أو ندا وإلا دا الفدا نبه إلا في الهمزتين وعطف وصير إلا كي أولا إلا في الهمزتين وإلا في الألف وإلا في نحو قويلا مجهول قاول مقاولة. إدغام مثلين عند سكون الأول واجب إلا دا همزتين ودا الفدا وإلا دا نحو قويلي مجهول قاول مقاولة ونيا الان وقويلا دوا ونيدي اول ساكنه ودوا مش متحركه فان ولي ادغام ديردا ممتنعه فان الادغام فيه ايضا ممتنع ايضا وكو دو همزان دا ممتنعه دا الف دا دا وش دا ممتنعه دا دو الف دا هرجي بجنبه ريولا جنايه ناكري هر وكو دوان دي كذا ممتنعه دا وش دا ممتنعه للالباسي جاكا لبر مشتبه بون جاكا بالمال المجهول من باب التفعيل شنك أقا إدغام كيدا وتقوي لا التباسي دبيدا قل ماضي مجهول باب التفعيل الذي وضعه على الإدغام باب التفعيل جاكا والعكيلس الإدغام جاكا قوي لا قوّلة قوّلة مجهول قوّلي والعكي على الإدغام والعكي على الإدغام يعني جابو دو دا ديكي دو دا ميكا برعكس بكا يعني دو دا دو دا ميكا دل أول عكي على الإدغام هلا بروش التلفز دو دا صعب ترى ده معلومة كشي ده هر إدغام واجبة ده مجهولة كشي ده هر واجبة أصلا والعيوي على الإدغامة أوز التباسي بيوده فإنه لو أدغم حصل قويل بلم القاف وكسر الواو المشددة فيقع الالتباس يا إلباس التباس بلا هر إلباس شهر معنى التباسة ألبسج ما هر معنى التباسة بوي شهر وقتك بيد بلاك الباسه كش معنى التباسه نعم اگر ادغام بكري قويلا وامثال قويلا شروايا ونيا هرشي مجهول باب مفاعله ويلدي بلا ها نا والله اقع عين الفعل كي واو نيق بيه واجوف بيه اجوف بيه اجوفي واوي ها يا كش ويا قرمان بو اجبت هي ساكنه يو نا وانيا او يا بويا اه او او ادغامي تداني قمثلين نين بلى بلى تمام بقسل مثلين هذيك مثلين كذا اجوفي واوي دا بيدا دبي بلى اجا ادغام بكري قوي لدي تجي والتباسي دبي بمجهول باب تفري والا في نحو توي ملارع قولك اويته بالمكان بالمد في أوله كأكرمته إذا أنزلته وإلا دنحو تويدا تويا ماذا؟ أه؟ تويا هو لأصلا تويا بلى تاك ملارعي آويته بالمكان آوى تاك آوى دي آوى يؤاوي آوى دي آوى يؤاوي بلا بلا ملارعي آويته آوى أأوى آوى يؤوي يوي توي دي بلا توي أبو أخري دي كي بابي إفعالة بلا دي بتا توي بلا بلا من أحساس من بابي مفعالين بلا إلا ذا نحو توي ملارعي آويته بالمكان بمدي حرف أول لسر وزني أكرمته وقت شي دايبنيته أو شوني أنزلته
نشتجيك إلى فلان جي آويته بالمكان إلى فلان شو أنا مدانا زاملاري أكيد بتتؤوي وين يتؤوي أجا تخفيف الهمزة تدابكي دبت تؤوي دو مثل خرزة بنو إدغام تدام ممتنع ملاري قولك آويته بالمكان شاكا دي وقوله تعالى إلا في نحو تؤوي دي ورئيا أوايا متنك شاكا وريا وريانك جزء متنا وريا تمام؟ بلى. ريًا أو دمتنا وريًا إلا في نحو توي وريًا ريًا هم تخفيف اللفظ تدا بكيف تريًا. بلى. مثلين تدا إدغام دوش دا ممتنع. دا نحو توي دا ودا نحو قوله تعالى كم أهلكنا قبلهم من قرية هم أحسن أساسا وريًا. وهو المنظر الحسن رئي بمعنى منظر ديمني جوانا شاكا سيماي جوان وقيل ما رأته العين رأته غلط نسراوة ما رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة قيل يقدر رئي أو شتي تشاو ديبيني لحالي باج ولباسي ظاهر يعني سيما منظورنيا سيما منظورنيا اويك وبرچاو دي للباسو لحال وزعو سر وزع او بيدلن رئي نك سيما او قيلوا دلا ولي قصة اصلك اويك نخير سيما وشهرة منظورة شهرة جوان فإن نحوهما تويش ريانيش من الألفاظ التي يؤدي تخفيف همزتها بالقلب المقيس في تخفيفها إلى استماع المثلين مع كون الأول مستثنى من قاعدة إدغام المثلين المذكورين محكوم عليه بامتناع الإدغام على المختار على القول المختار قول كمة النية نعم ها؟ بلى متنا؟ نعم بلى متنك متنك أوايا وإلا في نحو توي وريا على القول المختار إذا خفف شاكا جاتوك إذا خففيت يدايا أتوهر بخنوى إلا في نحو تؤوي ورئيا إذا خفف تاكا والله أعلم آوايا يعني بيش تخفيف يدي خويني نوا بلى بيش تخفيف الهمزة كي فإن نحوهما من الألفاظ كتخفيف همزكان بقلبه بقلبه كقياسية دا تخفيف همزي دا دير دا قلبك قياسية يعني تؤوي أغا تخفيف بكي أو دانك سايب كنو سايب ما قبلك ملموم ما قلب دا جبا حرف جنسي ما قبلي أغا تخفيف بكي الفاظه كتخفيف همزكان بوسيله قلب مقيس ده تخفيف همزيدا سد ششت سر اجتماعي مثلين محكوم عليها بامتناع ادغام محكوم عليها بامتناع ادغام باوجود يويك اولا كمستثناء لقاعده ادغام مثلين مذكورينش مع كون الاول مستثنا من قاعده ادغام المثلين مذكورين تاكا بو مستثنايا تؤوي لقاعدة إدغام مثلين تاكا
تمام؟ دلا فإن النحوي نحوهما نحوي تؤوي رئيا لو الفازاني كتخفيف همزة كان بقلبي كمقيسة ده تخفيف همزة دا سر تششد تخفيف همزة كسر تششد سر استماع مثلين هرشن اي اول مع او هرشن اي اول كتؤوي كيا مستثناء لقاعدة إدغامي مثلين مذكورين مستثناء وبر نحوي قوي ليدك چونك اگر توي ادغامي تلاب كده بيته توي دي توي با با وانيشي دقل مجهولي تواي بابي فعلا بلد. التباسي دبي ده صورتي وقف ده دنا دنا دا عدمي وقف ده او توي او توي ساكنة بلد. تمام يعني هرتسند كأوي أولا مستثناء لقاعدة إدغامي مثليني مذكور شنك لنحوي قوي ليا وأقا إدغامي تدابكي دقل مجهولي بابي تفعيل مازي بابي تفعيل التباسي دبيع شاكا سر راي أو أوي كمستثناء لو قاعدة أقا سر في نظر لو استثناء بكينيش محكوم عليه بامتناع الإدغام فيه حكمي كراوة السرية بامتناع إدغام محكوم عليها بامتناع إدغام تيدا تاكا على القول المختار دياره مختلف فيها ممتنعة باتفاقنا بلقوا على القول المختار بوش ممتنعة لعدم الاعتداد باستماعهما اعتبار باستماع كان ناكري دو مثلكان لعروضه شنو استماع عارزة بتخفيف الهمزة أو مثلين بيدا بوا جاء نحوي توي رياني ونيا على القول المختار مستثنايا بلا إلا دا نحوي توي رياني كأجر تخفيفي تدا بكري على القول المختار ممتنعة إذا خففا تاك ممتنعة إدغام وقت شي تخفيفي على الوجه المذكور تدابك يعني تخفيفي بقلب تدابك نك تخفيف بشيوازي دي كي تخفيف مثلا تخفيفي شي دي رقاي دي كي تخفيفي شي هيا مثلا توي أقبتوي تخفيف الهمزي بكي تسن نوعي دي كي تخفيفي تدابك غير تبديل توي رقاي تخفيفي دي كي هيا بتسهيل مثلا رقاي تسهيلي تداعي تسهيل وإبدال رقاي دي كينيا تمام أجر تخفيفي بكي على الوجه المذكور وجه مذكور كده بتقلبك أجر تخفيفي قلبي بقلبي تدابك وقتها مثلين خرد بيته ودوخة ده مستثناء لقاعدي إدغامي وبر امتناع دكاوي على القول المختار شنك استماعي مثلين كده ودا عارزة بل مفهوم بو بلا بويا مستثناء لسد مستثناء نسيما مع كون الأول مستثنا من قاعدة إدغام المثلين المذكورين لسد مسؤول كونه مثل قولا توي وكو قويلي وايا لو كلماتانيك يؤدي الإدغام فيه إلى الالتباس بالماضي المجهول من باب التفعيل لكنه عند الوقف أو وانك يدبي أو التباس يدبي أقر بيني توي إدغام تداب كده توي دقل مجهولي تواي بابي تفعيل عند الوقف التباسي دبيع جاهرتا مستثناء لقاعدة إدغامي مثلين ببي إلاي أولا تنك نحوي قوي ليا يعني بإضافة أوش محكوم عليها بامتناع إدغام لجهتي كدي كجرة محكوم عليها بامتناع إدغام بلام دو حالتي دا وعلى بو حسابي أخير ممتنع الإدغام على القول المختار يعني ممتنع الإدغام بني دو حالتي أخير دا على القول المختار تاكا
على القول المختار شنك اعتبار باستماعي همزتي واوي الناكله لبروي استماعك عارزيه ممتنع ادغام على القول المختار اگر تخفيفي تدا بكري ديارا تخفيفي تدا نكري مثلين تدانيه اگر تخفيفي بيتدا بكري وتخفيفك على الوجه المذكور به يعني تخفيفك بقلب به مثلا بتسهيل نبه شن بتسهيلش به استماعي مثلين لبيدا نابه هرو دو نوع تخفيفه جتدا زائزه بله متوجه بملاجان مثل ان تقلب الهمزه واوا تخفيفي على الوجه المذكور تدا بكري وكو اوك قلبي همزكي بكري بواو في نحو في يؤوي ونيا بلى في يؤوي فيستمع واواني وتقلب بلى مثل ان تقلب الهمزه واوا في نحو يؤوي فيستمع واواني فيستمع واواني وتقلب ياء في رئيا فيستمع يا آني يا فيستمع يا آني هذا لا هذا الدرس ها يؤوي يؤوي مش يؤي نا يمشي روان وواوي لازمة مثل أن تقلب الهمزة واوا في نحو يؤوي ديار واوي شي لازمة دواي بدو واوا نيشان كرسي همزة كيا واوي شي ديكاش أن تقلب الهمزة واوا في نحو فيستمع بكنا فيستمع فيستمع واواني وتقلب يا أن في رئيا فيستمع يا آني وكو أواك قلب بكريا همزة كبواو دا يؤوي دا دواو خرب بنوا وقلب بكريا همزة كبيد رئياني داو دوية خرب ابنوا كواب متنك هر حالتي بيش تخفيف يا ابنوسن وإلا في نحو تؤوي ورئيا شنك إذا خفي فيدلا حالتنا تخفيف كيبلا ده نحو تؤوي ورئيا دا إذا خفيفا أغا تخفيف بكري وتخفيف كشي بقلب بيه بلى تمام وربما اعتد بعضهم بالاستماع العارض فجوزوا الادغام قولي مختار اويا كقولي مختار اعتداد باستماع مثلين كيناكا وربما بعض وقتي تاك اعتد بعضهم بالاستماع العارض فجوزوا الادغام بعض اعتباريا بيك دوبا استماع عارضي كي استماع مثلين عارضي كو ادغاميا تجويز كردوا أو ربما يعني شيء أو ربما يعني بعض وقت شيء ويعني قليلة أو وتقليلة وقرئ به قوله تعالى ريا تاك قوله قوله تعالى ريا بو قراءتي خندرا وتوا تاك أجا جزوي واني شبه جزوي قراءاتي شاذنا به شاذ جزوي قراءتي دي هر لغت بررسي قابلي بررسي استنادي لغوي في ذكره زين زين بكهيا نبزان جزء قراءاتي متواترة وقرئ به قوله تعالى ريا لسن نسي قرأ به قالون وابن زكوان وأبو جعفر كما في كتب القراءات بل وقرئ به قوله تعالى ريا وقد يوجه بجعل الأصل في هذه قراءتي رويا من رويت رويت ألوانهم وجلودهم بالواو إذا امتلأت وحسنت وقلبت ياء وأدغمت فليس مما نحن فيه دتوانين توجيه أو قراءتي ريني أوابكين بلين أصلك ريني برحسب أو قراءتي توجيه ذكري قراءتك توجيه ذكري قراءتك بويك أصلكينا كينا رئيا أصلكي دو قراءتي دادكينا أو قراءتا كقراءتي تشديدية باب إيسي كساني جبيا تاكا توجيه ذكري بويك أصلك دو قراءتي تشديدية دادكري تاكا رويا رويني مأخوذ لا
رويت ألوانهم وجلودهم بواوي وقتش كامتلأت وحسنت فرقوش بيو جوان بي رويت ألوانهم يعني قوشتن بو جوان بو فرقوش بو بو جلودش دكتري بو ألوانش دكتري رويت ألوانهم وجلودهم رنقو بيستيان رويت رويت يعني امتلأت وحسنت امتلأت بو جلودكي حسنتيش بو لونكي جوانو پرگوش بي پيدلن رويت تاكا رويت روين يا دبي بلا دبي روين بي روين ادغامي دكي دوايا لبر ادغامكي ريكي مقصود دكي وترين روين ونيا مصدركي تمام؟ بل مصدر روين يا ها؟ روين روين دكري روين يجب ما شايبكين بلا اگر روين نبايا روين با مكسورت بو دكرت اذكرت الرين كما انشي هو مسترشي هاتوا رنقا مستري روينيش روينيشي هادو جاناتون روينك يا دكرت ريين چونك اول ضم لبيجي قرار دكريه سقيله وكسري ددريت لبت ريين تمام من وقد يوجه بجعل الأصل في هذه القراءة رويا من رويت ألوانهم وجلودهم بالواو إذا امتلأت وحسنت وقلبت ياء قلبي إيوا وكراوة بيا لبر اجتماعي إيواوية وأدغمت دواء إدغام كراوة إدي جزء ما نحن فيه نابي أوا شاكات وإدغامي إي وانيتش إدغامي متماثلين يا إدغامي متماثلين وكراوي شاي بلى جزء ما نحن فيه نبو معنى أيكا وك مقلوب همزة بها وك تخفيف الهمزة بتخفيف الهمزة حرفك بتخفيف همزة حاصل بها متوجه بوي؟ والحاصل برقى عيدية كذا كذا كأنك حرف مثلك بتخفيف همزة بيدا بو بي وعاريزي بها اعتباري بينك ريه بو معناي نع عارزين به هر عارزي هيا چونك روين طبعا واوكيدك هي ومثلينك بو قلبي بيداد به اما لما نحن فيه بو معنايك همزه نبو بتخفيف الهمزه او قوي ترى بو ادغامك او حكمي اصالتي زور ترى هتاوي بتخفيف الهمزه بيداد بدنا وشر اصلينيا جزء ما نحن فيه من يعني همزة نية وقلب كرابية مثلينك بقلبي همزة بيدابو به تمام؟ بلى وإلا فيما إذا كان المثلان في كلمتين وأولهما الساكن في الكلمة الأولى مادة واستثناء كشيئة شاك إلا في همزتين إلا في الألف إلا في نحو قولي وإلا ده صورتي كدا كمثلين كان ده دو كلمان دابن أول ساكن كان ده كلمة أولى دا مادة به ده دو كلمان دابنو أول ساكن كدا كلمة أولى دا مادة به فإن الإدغام ده وجد ممنوع للمحافظة على تلك المادة التي تدا التي عهد وجودها بله ها بله إيه ها بله بله التي بل. التي يجب ابن حسن ألا تلك المادة التي تمام بل. عهد وجودها قبل الاستماع من الكلمة الأخرى إدغام دو صورتش داهر ممتنعة لبر باراستني او مديك وجودك مأنوسة معهودة زندراوة واتا اشت ألف بوجودك جيراوة قبل استماع تاكا معهود الوجود تاكا قبل الاستماع تيكا بكلمة اخرى بيدابوا قبل الاستماع من الكلمة الاخرى قبل استماع تيكا سببك كلمة اخرى بوا نحو
الواوي من قالوا من قوله تعالى وكواوي قالوا لو آيته قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله إدغامناك يودوا وعون خربوا نولي أولا ددو كلمان دانو وثانيا أو كلمة أولى مادة أغمدنا بادبو والياء من في مثلا من قوله على بيشي في من قوله وشي والياء من قوله تعالى في يوم كان والياء من قوله تعالى أو في أول زيادة بل في أول زيادة والياء من قوله تعالى في يوم كان مقداره بلى والياء من في قوله تعالى ده بأوابه والياء من في قوله تعالى في يوم كان مقداره يا دلتي دل نحو الواو من قالوا من قوله تعالى والياء من في من قوله تعالى من في من قوله تعالى والياء من في من قوله تعالى بحسابي ودي بأوابي بزانا أو جونا أولين سواصي أولين والياء من قوله تعالى في يوم كان مقداره والياء بحسابي إيرا أوابي دبي والياء وكو دلا دلا نحو الواوي من قالوا من قوله تعالى قالوا وما لنا أو أوابي والياء من في من قوله تعالى في يوم تفننا ما ظاهرا تفنني نكردوا شاكا واو كمتنا والياء ولي الياء كمتنا متنك آوايا نحو قالوا وما لنا وفي يوم كان مقدار هل في يوم كمتنا بإذا في واوكي وفي يوم أو في دوايا كذا من في أو متنيا جا كذا من يتومتن النبي الشرح به بحسابي بيشد به آوا به والياء من في من قوله تعالى دبي أوابي والياء من في من قوله تعالى في يوم كان مقداره ألف سنة وكوية لكلمي في لو آيتيك لفرمي في يوم كان مقداره 50,000 سنة وقولك يدعو وافد ويعطي ياسر وكو يلا كلمة فيدا في لا آيتي في يوم كان مقداره 1,000 سنة تمام؟ بلى وهم وكو أو دو مثال لآيتي دو مثال دي كش ديني توا كهر مخصوص آيتي يعني وقاعدة وهم جيقايتها وكو قولك يدعو وافد دواون ولي أول عند كلمة أولى دا مدى قالوا وما قالوا يوايا يعطي ياسر أو شروايا دويين ولي أول عند مدى ودا كلمة شدي كذا يو بل وأما إذا كانت المدة ومثلها في كلمة واحدة كمدعوين ومرميين اسمي مفعول فإنها تدغم حيث لم يعهد وجودها في حال حتى يحافظ عليها بل وقف في تلك الكلمة مدغمة في وقف عليه يا وقفيتي بل وقع يا وقف وقع سو وقفيتي يا وصف وقع وقع دبلا أوي تداني أوي تدا تخرج بلا هريتي تداني نايبيني وتشكا بل وقع في تلك الكلمة مدغمة في أول الوضع بل وأما أجر مدكو مثل مدكي مدكو أو حرفيك مثل مدكي مدكت سوا وتيه ومثلكي خوي دي كلمة دابن وكو مدعون وكو مرمي كاسم مدعون ومرمي اسم مفعول فإنها إدغام دكرية تاكا مدكي إدغام دكرية أجر دي كلمة دابن دقل مثلك يخوي تدغم حينئذ تدغم چونك نزان درا ووجودك دا حالك دا بتنياي تاك وجودك بتنياي يعني وجودي بالفعل مدكي
معهود الوجود نيدا هيتس حالة كدا حتى وكو محافظي لسر بكري بلكو هل لأولا ودو كلمة دابا مدغمي واقع بوقع بلى بل وقع في تلك الكلمة مدغمة في أول الوضع نما أنبوا حتى راي جرين بلى ويستثنى أيضا من وجوب إدغام المثلين مع سكون الأول هاء السكت التي وصلت بما بعدها على نية الوقف نحو ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه فإن إدغامها ضعيف قياسا على ما صرح به بعضهم لانقطاعها عما بعدها بالوقف المنوي لكن روي عن ورش فيها الإدغام ولعله على سبيل التجويز أيضا مستثناء لوجوب إدغام مثلين مع سكون الأول هاء سكت يجي كام وصل بما بعد كرابة أقا وصل بما بعد نكري إدغامي سدكي وصل بما بعد كرابة وصل على نية الوقف وصل على نية الوقف دنا أقل وقفي بكيو وصلي نكي تاكا استماعي النابي هتاب لي إدغامي دكم ولي وصل كرابيا بما بعدك يوصلي على نية الوقف أهم أنا وصلي على نية الوقف كلمة يوصل دكي نا وصلي دكي ولي دطلخ ودا وقف دكي أما لسر وقف كدر أنا وصلي بيدن نابي لسر وقف كد وما لا يجور بلا متوجبوي وصلي على نية الوقف أويا متوجبوي توقف هذا بقطع صوت كي قطع سودناكي نيتك وقفة ولقطع سودناكي أو دب توصلي على نية الوقف وكو ما أغنى عني ما ليهلك دنا أجا وقف إنكي حقي هيدني هي كهي سكتة ده وقتي وقف إذا ده هندري أجر وقف إجنبي هي وجوديني هتا مثلين اللي فايدة بيه بوقفه هذا بيه جاء ركاني أجا وقفت كرد أجر وصل إنك يدو كلمة كان ليك مجازان معلومة إدغام صورة ناقرية ولي وصل بك على نية الوقف هم هي كهيا هم قطع الصداد نكردوا دويش دا إدغام ممتنعة شاكا نالي ما ليحلك باوجود يوم مثلين ساكن أو وقت ساكنه فإن إدغامك ضعيفة بقياس لسر تصريح بعضي كان شاكا شنك وان وادلن دلن أقردو مثل لوي بيدابون كا واني كد كرد لسري أولا وقفت كربانيتي وصلو دنتيجة دا دو مثل بيدابون كا مثل دوام طبعا دبتا هي شوني هي سكت هي هل خصوصي أو آتان قياس نكتوا بلان قياسا على تصريحة كان شن تصريحة كان بعامة أوش إدغام تيدا ضعيفة لقطاعها عما بعدها بالوقف المنوي شنك لما بعدك منقطع بوقفك دنيت داجرا بوقفك كأنه دو كلمة جدان ليكتر فيك ووصل إنها تابلي واستماعيا بوأو مثلين أنا تمام؟ بلى لكن رواية كرا ولا ورشي دو كلمة دا إدغام ولعله أو إدغامك كدويتي تبعا على سبيل التجويز نا على سبيل الوجوب كويتي إدغام ذكرية أو إدغامي بيت جائزة نقبي جين تحدي وجوبه فقد ظهر إلى هنا أن الإدغام مع سكون أول المثلين واجب إلا في مستثنية هتا إيرا أو مقدمة بومتني بعدي هتا إيرا ودر كودك إدغام مع سكون أول المثلين واجب إلا دو صوري مستثنى دانا بيتسن صورتي جي مستثناك وأما أقا متحرك بون جي وكذلك هو واجب عند تحركهما في كلمة واحدة ولا إلحاق ولا لبسة وكذلك إدغام واجب وقت مثلين كان متحرك من عند تحركهما وحال أنواب أو دو مثل متحركان كائنين في آخر كلمة واحدة كائنين في آخر كلمة واحدة متحرك بنو دا آخيري يك كلمة واحد دابن نقدا دو كلمة دابن دا آخيري يك كلمة واحد دابن حيث يكون حالهما الحركة بالنظر إلى نفس تلك الكلمة من غير مدخلية كلمة أخرى شنك بلا
وكذلك هو واجب عند تحركه ما في آخر كلمة واحدة شاكا، حيث يكون حالهما الحركة بالنظر إلى نفس تلك الكلمة من غير مدخلية كلمة أخرى. حيث يكون حالهما الحركة بالنظر إلى نفس تلك الكلمة من غير مدخلية كلمة أخرى، وكذلك هو واجب عند تحركهما في آخر كلمة واحدة. بويج واجب في آخر كلمة واحدة بلا أصاب بحيث بحيث في آخر واجب عند تحركهما دآخر كلمة واحد دآخر كلمة واحد دا بجوري دآخر كلمة واحد دا بنكا حاليا حركة بنظر نفسي أو كلمة ببيد خالتي كلمة ديكا كلمة ديكا باعثي أو تحركين أبو بيه بلى. بحيث يكون حالهما الحركة باتوجه بخدي حركة خدي كلمة كي بالنظر إلى نفسي تلك الكلمة وابن متحرك بن ببيد خالتي كلمة أخرى بلى. والحال أنه لا إلحاق ولا لبس، حال جوابه الحاق دغور دان بيني او كلمه ملحق نبي بكلمه ديكا والتباس جنبي با ادغام بوصله ادغامك اي الحاق دغور دابي چونك شتي ملحق تغيير نادري والتباس جنبي وكرد يرد. والحال انه لا الحاق للكلمه التي وقعا فيها بكلمه اخرى، الحاق وجود نبي بو كلمه كود مثلاني تدا واقع من الحاق بكلمه ديكا، ولا لبس عند الادغام ببناء اخر دوقت ادغام جاء التباس دقل بناء ديكا نبي، وذلك نحو رد يرد وكو رد يرد، فان اصلهما ردد يردد وكن صر يصر، فسكنت الدال الاولى وادغم الدال اول ساكن كراوة ادغام كراوة، بخلاف ما اذا كان في كلمتين بخلاف ويكا أو دو حرفا متحركان دو كلمان دابن وكو جاء أبوكا يا ذهب بكر، فإنه إدغام تداني حينئذ لكونهما مع الحركة في كلمتين في حكم المفصول أحدهما عن الآخر، لكونهما مع الحركة في كلمتين لكونهما باوجود متحرك بون تاك لكونهما مع الحركة لكونهما لبر أويك أوانا مع الحركي في كلمتين هم حركة هم في كلمتين بون بله. حركة كبرة شان لك جدا لكاته ومتحرك هو أولا ساكن يبلا في كلمتين يجبن قيدي ناكا لبر سكوني أولا شنك أودو مثلانا باوجود حركة دادو كلمان دان باوجود حركة دادو كلمان دان دا حكم أويدان كإيشان مفصول بي لو يدي كلا بنا يقنب. وأما مع سكون الأول أما أجا أول حركة يدا نبي ساكن ببابا دو كلمة نجدابا فيلتصق بالثاني، وأما مع سكون أول أول كم التصق ده بساني كي لعدم الفاصل حتى الحركة شو كفاصل يعني حتى حركش فاصل ندا بيني هذا حركة أولا، وبخلاف ما عرضت فيه حركة بمدخلية كلمة أخرى اتصلت بها، وبخلاف أوش كعريز بوبيا فيه حركة ده حرف كيدا حركة عريز بوبيا بدخالة كلمة أخرى عرزت فيها يا فيه فيه يعني ده حرف كيدا فيه فيه ده حرف كيدا حركة عريز بوبيا ند بالنسبة ذاتي كلمة كي بلكو بدخالة كلمة كي ككلمة كيدا متصل بها بكلمة أولى وكو أكف في الشر أكف في الشر الآن في كان متحركا ولي دو حركة كان بنظر نفسي كلمة كينين بنظر نفسي كلمة كي حرف آخر ساكنة بنظر اتصال دقال الشر حركة بو حرف دوام بيدا بو لبر التقاء الساكنين فإنه لا اعتداد بها أجر حركة كبا مدخلية كلمة ديكا بيدا بو اعتباري بناكر لعروزها كما لا يعتد بسكون الوقف وكو اعتبار بسكون وقف ناكر لبروي عاريز بو بوسيلة وقفه مثلا اعتبار بسكوني وقف ناكري بو معناه التقاء الساكنين جائزة ده وقتي وقف لا تمام.
وبخلاف الملحق بخلاف أويك كلمة كملحق بلفظ ملحق ما دبي الحق دقورة دانبه وكو قرددا ملحق بدحرجي تاكا يا بجعفري قرددا فعلتي أقا فعل ببد أبيو اسم ببد جعفري ها؟ أه؟ أقا فعل ببد جعفري فيما قرددا رنجواني ملحق بجعفري وبخ شو كنابي وزنك تيك زي بيدغام تيك ده زي ده الحق ده نابي ملحق كده صيد يا بدري وبخلاف ما فيه اللبس وكو السرور كما سيأتي إن شاء الله سرور أجا إدغام بكي دبت السر ده قال مصري سر سر يسر سر التباسي ده ويجب الإدغام مع الشرائط المذكورة إلا جاو استثنائها وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رحمة الله علينا وعليكم الرحمة